أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستحم في مكان غير بيتها مثل بيت أختها؟ مع الستر لا بأس، إذا كانت مستورة وبيت أختها لا بأس بذلك، أما أن تروح البيت ناس ما هم قريبين لها هذا لا ينبغي، لكن بيت أختها وقريبتها ومع الستر نعم.